أحسن الله إليكم. هذا سائل مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، عند ذهابنا للعمرة أو الحج نلبي جماعية، يقودنا واحد يردد التلبية ونردد معه، ما حكم هذا؟ مأجورين. التلبية للمحرم مشروعة متأكدة، وهي شعار المحرم ولهجه من حين يحرم، بالتوحيد، نلبي بالتوحيد ونفي الشرك لإخلاص العبادة لله عز وجل. يتنبه أنه يجب عليه أن يخلص هذا الحج وهذه العمرة لله، قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وكذلك سائر الأعمال يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. ولكن كل رجل يلبي لنفسه، كل محرم رجل أو امرأة يلبي لنفسه، لكن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فإنها تلبي سرا بقدر ما تسمع نفسها. والصوت الجماعي في التلبية أو في أسائر الأذكار هذا بدعة. نعم.